طب احنا معنا على الهاتف الكابتن رمضان. كابتن رمضان، بقول لحضرتك هارد لك، ويعني كان باين الصراحه المجهود اللي حضرتك عملته، وقعدت فتره كبيره لم تهزم مع فريق الرجاء، ولكن في الاخير يعني اخطاء الدفاعيه هي اللي كلفت حضرتك الثلاث نقاط بتاعت امام النصر. اولا تحياتي ليك يا محمد، وتحياتي طبعا للشريف القطبي، وتحياتي للكابتن مصطفى. تحياتي ليك يا رمضان، ارد لك معلش يا كابتن. ربنا يخليك، ربنا قلبي معاك والله، يا ربنا يكرمك ان شاء الله. الله يخليك يا حبيبي كابتن. طبعا يعني احنا يمكن اخر مباراتين يا محمد، الحقيقه احنا انا في رايي ان احنا تعرضنا لظلم كبير جدا، ان احنا بعد مباراه طلائع الجيش وبعد وصولنا الفورمه الحقيقه بكل النواحي، النواحي البدنيه والنواحي الفنيه وكل حاجه، فرق معانا بشكل كبير جدا ان احنا قعدنا 25 يوم ما بنلعبش مباريات. يعني حضرتك تاثرت بتوقف الدوري. ما فيش ولا فرقه قعدت 25 يوم غير احنا. نعم. في فرقه لعبت بعد 10 ايام، وفي فرقه لعبت بعد 12 يوم، لكن احنا الفرقه الوحيده اللي لعبت بعد 25 يوم لغايه ما يعملوا المؤجلات كلها. وفي فرق يا كابتن يعني كانت ماشيه وحش، وممكن تكون عدلت امورها في التوقف. يعني كان الكيرف او الريتم مش ماشي معاهم. بالظبط. ده اللي حضرتك تقصده طول. بالظبط، لكن احنا يمكن اللي تابع طبعا مباراتين المقاصه والنصر، اعتقد ان احنا رغم احنا عندنا حارس مرمى متميز جدا في المباراه الاخيره اللي هو زنفولي. نعم. للاسف الشديد كان عنده ثلاث اخطاء في المباراه. يا كابتن انا برضو عايز اسال حضرتك، يعني حضرتك حتى كان باين اول ما جه اول كورنر حضرتك وقفت. بالظبط. هل كنت حاسس ان في مشكله هتحصل؟ هو للاسف الشديد اللعيب المصري اول ما يفقد التركيز ومدخل نفسه في العروض وكده، وانا يمكن اتكلمت معاه قلت له يا زنفولي انت عامل مباراه على مستوى عالي جدا جدا جدا، ودي فنش عشان دي اللي هتخليك تروح لحته كويسه. هو يمكن فقد تركيزه في المباراه دي الحقيقه، لكن هو عامل معانا موسم ولا اروع على الحقيقه. حارس مرمى مميز جدا، لكن طبعا زي ما قلت لك عدم التركيز فرق معاه بشكل في المباراه، لكن احنا بنقول ان طب حضرتك ما كلمتش معاهم يعني بعد الهدف الاولاني يا كابتن رمضان، يعني الهدف الثاني كربونه حتى من نفس الركنيه. بالظبط، يعني احنا يمكن قمنا واتكلمنا، لكن انا قلت لك في حاجات يمكن ما تقدرش تعالجها في العلاج الفوري، يعني زي مثلا عدم التركيز. عدم التركيز مشكله كبيره جدا، كبيره جدا. يمكن دي اللي فرق معانا في المباراتين، لكن احنا بنقول احنا عندنا امل دلوقتي. بقى صعب جدا جدا، بقى مثلا يروح ل 5%، هنلعب عليهم ان احنا نكسب مباراتين ان شاء الله باذن الله، رغم صعوبتهم، رغم انت بتلعب الاسماعيلي وانت بتلعب تحت اسكندري، ومثلا الدجله بيخسر وتعادل، مش هقول لك يخسر مباراتين، لو خسر وتعادل احنا المواجهات اللي بيننا وبين وادي دجله في صالحنا، هو ده الامل الوحيد اللي طب انت حضرتك يا كابتن كنت متوقع ان دجله من المتوقع يعني ان هو ممكن يخسر امام النادي الاهلي بنسبه كبيره؟ طبعا واللعيبه ما كانتش في دماغها هذا الامر، ان فرصه بالنسبه لهم يضيقوا الامور؟ بالعكس احنا كنا موصلين اللعيبه بتاعتنا لان فعلا مباراه النصر بالذات الثلاثه بوم دولت هم اللي هيبقوا ان شاء الله باذن الله بقاء يعني. لكن للاسف الشديد انا زي ما قلت لك فقدان التركيز ده حاجه عنصر مهم جدا جدا في كره القدم، التركيز. لكن احنا بنقول ان احنا هنلعب لغايه اخر صفاره، واخر امل الحقيقه ان احنا زي ما قلت لك ان احنا نلعب ان احنا نكسب اسماعيلي ونكسب اتحاد اسكندري، ويحصل بقى تعثر او اي حاجه، دي اللي ممكن بس الحل الوحيد اللي لينا يعني يا محمد. كابتن رمضان انت معلش الله يكون في عونك، لان الكورنر الجون الاولاني هو نفسه هو من نفس ما تلحقش طبعا، مش هتلحق ده في الدقيقه 28 والدقيقه على طول 32، يعني انت ما لحقتش حتى يعني تقعد كان 3 دقايق او حاجه، انا حتى ما تلحقش يعني مش هتلحق تقول للعيبه حاجه، يعني مش هتقدر توجه اللعيبه، كانت امور صعبه جدا، وخصوصا كمان ان احنا كنا بنتكلم في يعني بتتكلم في اخطاء حارس مرمى مميز وعامل موسم رائع الحقيقه معانا، فهي دي يمكن اللي فرقت معانا، لكن احنا بنقول لكابتن فوزي ان احنا هنشتغل لغايه اخر. طب كابتن رمضان حضرتك تقدمت باستقالتك بعد المباراه؟ تقدمت باستقالتي بعد المباراه، لان كان طبعا يعني انا تعبت جدا جدا جدا، يعني حسيت ان الامور مش جايبه او الكره مش عايزه. يعني لا، وكمان انا يعني انا حسيت ان احنا قربنا، كل الناس قالوا ان الرجاء قرب من البقاء، فلما بعدت الحقيقه انا طبعا زعلت زعل جامد جدا جدا جدا، ويمكن فعلا انا. طب ايه اللي خلى حضرتك ترجع من الاستقاله؟ انا معايا رئيس مجلس اداره النادي الرجاء الحاج سعد ابو صندوق،
شخصيه من الشخصيات المحترمه، شخصيه جميله محترمة جدا 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 اللي تقدر تتعامل معاها الحقيقه بشكل يعني محترم جدا جدا. الراجل اتكلم معايا وقال لي يا كابتن احنا متفقين ان احنا هنشتغل لغايه اخر مباراه، فيا كابتن احنا هنكمل وكده. قلت له خلاص يا حاج سعد انا هكمل معاك المباراتين ان شاء الله وبعد كده نبقى نكمل. طب كابتن رمضان، بعد التقدم بهدف مقابل لا شيء، هل حسيت ان اللعيبه جالها احساس ثقه زياده؟ ولا احنا ما لحقناش يا محمد، احنا ما بين الهدف اللي احنا جبناه والهدف اللي دخل فينا كان دقيقه ونص. يعني يا دوبك هم سنطروا وراحت كورنر اتلعبت جت جول، احنا ما لحقناش. تعرف اقول لك حاجه، انا كنت النهارده كنت عامل اجتماع مع اللعيبه بقول لهم ده انتوا حتى ما ادتناش فرصه حتى ولو مثلا خمس دقائق او سبع دقائق ان احنا بس نرد جمهورنا. ده احنا يا دوبك الكوره هم سنطروا وراحوا عملوا هجمه جت كورنر جت فينا جول، فما كانش طبعا يعني كان الهدف الرد كان سريع جدا. وبعد الهدف التعادل الهدف الثاني الحقيقه كان يعني كربون من الهدف الاولاني وبرضك بعديها بدقيقه ونص. طيب حضرتك الماتش اللي جاي هتلعب الاسماعيلي؟ هلعب الاسماعيلي يوم الاحد ان شاء الله بالله. طيب هل هيكون في يعني بعض التغييرات في التشكيل؟ طبعا في تغييرات في التشكيل، لكن يعني مش من ضمن التغييرات الحقيقه الحارس المرمى، لان حارس المرمى زي ما انا يعني انتقدته، لكن انا في رايي ان هو من الحراس المميزين جدا اللي عملوا موسم اكثر من رائع يعني. لكن احنا عندنا بقى تغييرات في اماكن ثانيه اللي كان وسط ملعب والمهاجمين، على اساس ان احنا ربنا يكرمنا ونقدر نعمل نتيجه ان شاء الله باذن الله. طب انا هسال حضرتك سؤال برضو مهم، الاسماعيلي الان بيلعب بالشده على المركز الثاني، هل ده هيصعب من مأموريتك؟ لا طبعا، هي المباراه اساسا حتى لو الاسماعيلي ما بيلعبش على المركز الثاني وانت بتلعب نادي الاسماعيلي مباراه صعبه جدا. نعم. خصوصا في الحاله الفنيه اللي هم واصلين ليها دلوقتي. انت حضرتك هتلاعبهم في اسماعيليه ولا هتلاعبهم في هلاعبهم في برج العرب؟ في برج العرب. نعم الملعب الفرعي. النادي الاسماعيلي واصل لفورمه الحقيقه، وبعدين مع الفورمه اللي وصل لها بيعمل نتائج ايجابيه، بقى له دلوقتي خمس ست مباريات اعتقد بقى تيم ليه شكل، وتيم الحقيقه رجعوا الكره بتاعت النادي الاسماعيلي، الكره الجميله الكره القصيره السريعه اللي بيوصلوا بيها. لكن احنا ما عندناش اي امال بنلعب عليها تاني خلاص، غير انك تلعب على ماتش الاسماعيلي وتلعب على ماتش الاتحاد. كابتن رمضان السيد بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبتمنى لك التوفيق.